بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، طلبة الدبلومة المهنية محاسبة، إن شاء الله النهاردة هنستكمل ما بدأناه المرة السابقة في مادة المحاسبة الدولية، كود المادة 103. اتكلمنا المرتين اللي فاتوا عن مفهوم سعر الصرف وأنواع سعر الصرف والتقسيمات المختلفة لأسعار الصرف، وأيضا اتكلمنا عن العوامل التي تؤثر في سعر الصرف زيادة أو نقصا. وبعدين اتكلمت بعد كده في الوحدة التانية اللي احنا هنستكملها النهاردة إن شاء الله، اتكلمت عن كيفية تسجيل المعاملات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية، واتكلمت عن تسجيل المشتريات أو المبيعات. المشتريات بالنسبة لنا هتبقى الاستيراد، والمبيعات اللي هو التصدير. أيضا اتكلمت عن تسجيل القروض يعني الإقراض، وأيضا تسجيل الاقتراض، وأن كل العمليات الأربعة سواء كانت المشتريات أو المبيعات أو الاقتراض أو الإقراض، كل هذه العمليات يتم تسجيلها إذا تمت بالعملة الأجنبية، يتم تحويلها إلى العملة المحلية أو عملة إعداد القوائم المالية بالنسبة للشركة، ويتم تسجيلها على أساس العملة المحلية. قلنا على سبيل المثال لو شركة مثلا اشترى بضاعة من الخارج، يبقى ده بالنسبة لها استيراد مواد خام على سبيل المثال، هي دفعت ثمنها بالدولار، لما تيجي تسجلها في دفاترها لابد أن تقوم بترجمة الدولار إلى الجنيه المصري، لأن الشركة بتعد القوائم المالية، أي بيتم التسجيل في الدفاتر وبتعد القوائم المالية على أساس العملة المحلية اللي هي الجنيه المصري، وبالتالي يتعين عليها في حالة الاستيراد بعملة أجنبية أن تقوم بتحويل ثمن المشتريات اللي هي بالعملة الأجنبية، تقوم بتحويلها إلى العملة المحلية تمهيدا لتسجيلها في الدفاتر وبالتالي إعداد القوائم المالية. ده اللي خدناه لغاية دلوقتي. كنا بدأنا في الوحدة الثانية وكنا خدنا تسجيل المعاملات المالية المتعلقة بالمشتريات والمبيعات والإقراض والاقتراض، وهناخد النهاردة برضو جزء تابع للوحدة الثانية اللي هو المعالجة المحاسبية لعقود تغطية مخاطر المراكز المالية المدينة والدائنة المرتبطة بعملة أجنبية. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن ان بعض الشركات علشان تتجنب التقلبات الشديدة في أسعار الصرف، لان دي ممكن تعمل لها خسائر في بعض الأحيان، طبعا ممكن تعمل لها مكاسب لكن في بعض الأحيان ممكن تعمل لها خسائر، فالشركات علشان تتجنب مثل هذه التقلبات الشديدة في أسعار الصرف بتلجأ إلى أحد البنوك أو بيوت أو أحد بيوت الصرافة، وتعمل حاجة كنا سميناها المرة اللي فاتت اللي هو عقد الصرف الآجل. عقد الصرف الآجل خدناه المرة اللي فاتت، بتروح الشركة لبنك من البنوك وتتعاقد معاه على سبيل المثال لو هي عايزة تشتري بضاعة من الخارج وتسدد ثمنها بعد 6 شهور. طبعا لو هي اشترت النهاردة في شهر 12 على سبيل المثال سنة 2016، لكن السداد هيتم في شهر 5 2017، اذا قدامنا 5 شهور لغاية ما تسدد ثمن البضاعة. طبعا هي مش ضامنة بعد 5 شهور الدولار هيبقى بكام، هيرتفع بكام او هينخفض بكام، فطبعا الشركة ما تقدرش تتنبأ بسعر الدولار بعد 5 شهور. طب هي علشان تتجنب مخاطر ارتفاع سعر الدولار، فبتروح لأحد البنوك كما ذكرت وتتعاقد معاه طبقا لعقد بنسميه عقد سعر الصرف الآجل. هذا العقد بيرتب للشركة الحصول على 100,000 دولار في شهر 5 2017، وفي ذلك الوقت تقوم الشركة بإعطاء البنك العملة المحلية وتحصل منه على العملة الأجنبية تمهيدا لسدادها للدائنين، ده بالنسبة لعمليات الشراء. فهي طبعا بتدخل في عقد صرف آجل، طبعا البنك علشان يعمل هذا الكلام بيفرض عليها طبعا عمولة، العمولة دي بنسميها علاوة خصم. يبقى الشركة من البداية يوم ما اشترت هي عارفة ان هي طالما دخلت في عقد صرف آجل يبقى في الحالة دي لن تتحمل بأي خسائر اذا كان هناك ارتفاع في سعر العملة الأجنبية، ولكن هي من البداية في تاريخ الشراء هي مدركة تماما ان كل الخسارة اللي تحملتها هي عبارة عن علاوة سعر الصرف الآجل اللي فرضها عليها البنك طبقا للاتفاق الذي تم بموجب العقد. فكنا بنسميه عقد
الصرف الآجر الآجل، الشركة بتدخل في حاجة اسمها عقد صرف آجل لمواجهة ارتباط بعملية معينة، لمواجهة ارتباط بالتزام معين. هي عليها دين لأحد الدائنين، عليها دين لأحد الدائنين، عليها التزام لأحد الدائنين بعد مدة معينة، بتدخل في عقد صرف آجل تمهيدا لتوفير العملة اللازمة للسداد في شهر 5/2017. النوع الثاني من العقود، النوع الثاني اللي هو العقود اللي ممكن الشركة تعملها علشان تغطي مخاطر المراكز المالية المدينة والدائنة لديها. كل شركة ممكن يكون عندها مراكز مالية مدينة أو مراكز مالية دائنة بالعملة الأجنبية. طبعا الشركة لما يكون عندها عملة أجنبية ضمن الأصول بتاعتها، هي ممكن تكون خايفة بعد كده لا سعر العملة ينخفض ويسبب لها خسارة. أيضا الشركة لو عليها التزام لأحد الدائنين، يبقى لابد ان توفر العمله والالتزام ده مؤجل لمده معينه، يبقى بتدخل في عقد صرف اجل لتوفير النقديه اللازمه لسداد الالتزام. النوع ده من العقود بسميه عقود تغطيه مخاطر المراكز الماليه المدينه والدائنه المرتبطه بالعمله الاجنبيه. طب ازاي نحسب المركز المالي اذا كان مدين او دائن؟ لو كان رصيد المدينين زائد النقدية اللي موجودة لدى الشركة، طبعا انت مدرك ان رصيد المدينين يعتبر اصل، والنقدية بالنسبة للشركة تعتبر اصل. فاذا كان رصيد المدينين لدى الشركة مضافا اليه رصيد النقدية اللي هم بالعملة الاجنبية، يعني رصيد المدينين بالعملة الاجنبية والنقدية المتاحة لها بالعملة الاجنبية، اذا كان مجموعهم بيزيد على الالتزامات اللي على الشركة بالعملة الأجنبية، يبقى ده اسمه مركز مالي مدين. يبقى بنيجي نجمع أرصدة المدينين زائد النقدية، دي أصول، نقارنها بالالتزامات التي على الشركة، دي خصوم. نقارن الأصول التي لدى الشركة بالخصوم التي على الشركة أو الالتزام اللي على الشركة. طبعا الخصوم الأصول دي بالعملة الأجنبية والالتزام ده بالعملة الأجنبية، بقارن الاثنين ببعض. إذا كان مجموع الأصول اللي هي مسجلة بالعملة الأجنبية أكبر من مجموع الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية، يبقى في الحالة دي الشركة لديها مركز مالي مدين. وإذا كان العكس، أن أصول الشركة المقومة بالعملة الأجنبية أقل من التزامات الشركة المقومة بالعملة الأجنبية، يبقى الشركة لديها مركز مالي دائن. يبقى بنعرف إمتى يبقى مدين وإمتى يبقى دائن من المعادلة اللي أنا قلتها. نيجي نبص مع بعض كده، نديكم مثال عملي ده هيوضح اكتر. لو كان عندي شركة مصرية لديها رصيد للمدينين بمبلغ 20,000 دولار في 1/7/2016، وعندها نقدية بالدولار 10,000 جنيه، وكان عليها دين او التزام بمبلغ 22,000 دولار، كان عليها دين او التزام بمبلغ 22,000 دولار، بعمل ايه انا بقى؟ بروح جامع النقدية اللي هي 10,000 دولار زائد المدينين 20,000 دولار، يبقى الشركة دي عندها أصول مقومة بالدولار قيمتها 30,000 دولار. طب عليها التزام للآخر للغير قدره 22,000 دولار، يبقى لما يكون عندها أصول ب30,000 وعليها التزام ب22,000 مقوم بالدولار، يبقى في الحالة دي الشركة لديها مركز مالي مدين بمبلغ 8,000 دولار. طالما هي لديها مركز مدين ده أصل ب 8000 جنيه، ده يعتبر أصل. هذا المبلغ اللي هو 8000 دولار لو كان سعر الدولار بيزيد في المستقبل، ده بيرتب أرباح بالنسبة للشركة. طب لو كان سعر الدولار هينخفض في المستقبل، ده بيرتب خسائر بالنسبة للشركة. علشان الشركة تتجنب تقلبات سعر الصرف، فبتدخل في عقد سعر صرف آجل لتغطية المركز المالي المدين. طب نيجي للناحية التانية بالنسبة للمركز المالي الدائن. ازاي اعرف ان الشركة عندها مركز مالي دائن؟ لو فرضت مثلا ان رصيد المدينين 20,000 دولار وعندي نقدية 10,000 دولار، يبقى مجموع الاصول 30,000 دولار، الاصول المقومة بالدولار مجموعها 30,000، الشركة عليها التزام قدره 35,000 دولار، يبقى هي لديها اصول ب30,000 لكن من ناحية أخرى عليها التزام ب35,000، يبقى هي في الآخر مجموع الالتزامات 35 أكبر من مجموع الأصول المقاومة بالدولار اللي هي 30. يبقى في الحالة دي الشركة لديها مركز مالي دائن قدره 5,000 جنيه، يعني عليها أكتر من اللي ليها بمبلغ 5,000 جنيه. ده بالنسبة
لكيفية تحديد المراكز المالية المدينة والدائنة بالنسبة للشركات، طبعا المراكز المدينة والدائنة المقومة بالعملات الأجنبية. المعالجة المحاسبية لعقود الصرف المؤجل، خد بالك ان احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت عقود الصرف المؤجل، بس كان الغرض منها المرة الماضية ها عقود الصرف المؤجل اللي بتعقدها الشركة لمواجهة ارتباط محدد مسبقا. اما النهاردة بناخد عقود الصرف المؤجل اللي الشركة هتعملها علشان تغطي مركزها المالي المدين او مركزها المالي الدائن. فطبعا هي كلها عقود صرف، ولكن الهدف من عقدها يختلف المرة دي عن المرة السابقة. لكن في تشابه كبير جدا في عملية تسجيل عقد الصرف الآجل، الأنواع المختلفة منه خدناها المرة اللي فاتت، ففي تشابه في عملية التسجيل. نيجي للمعالجة المحاسبية لعقود الصرف المؤجل. أولا بيبقى عندي ثلاث محطات زي ما قلت لك المرة اللي فاتت بالنسبة للمعالجة. المحطة الأولى اللي هي تسجيل العقد الآجل في تاريخ التعاقد، يعني لما الشركة تروح للبنك أو بيت الصرافة تتعاقد معاه تعمل عقد صرف آجل، يبقى ده اسمه تاريخ التعاقد. طالما هي عمل التعاقد مع البنك يبقى في الحالة دي لابد أن تقوم بتسجيل الالتزامات والأصول المترتبة على التعاقد. المحطة الثانية اللي هو تاريخ إعداد القوائم المالية، لما تيجي الشركة بقى تعد القوائم المالية، المحطة الثانية تاريخ إعداد القوائم المالية، لما تيجي الشركة تعد القوائم المالية هيقابلها إن هي عندها أصول وعندها التزامات مقومة بالعملة الأجنبية، أو هذه الأصول والالتزامات بالدولار وليس بالجنيه المصري. يبقى لما تيجي تعمل الميزانية لابد أن تعيد تقييم الأصول والالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية أو المقومة بالدولار عشان تعرف مكاسبها أو خسائرها في تاريخ إعداد الميزانية، وما يترتب على هذا التقييم من ربح أو خسارة تقوم الشركة بتسجيله في دفاترها. المحطة الثالثة وهي تاريخ تسوية المديونية، لما يجي بقى تاريخ العقد، العقد بيكون مثلا لمدة 6 شهور، هاجي بعد 6 شهور أروح للبنك ها أقول له تعالى ننفذ الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه، إذا كنت أنا هشتري منه دولار وهدي له جنيه مصري نعمل تبادل للعملة، او اذا كنت انا هدي له دولارات واشتري منه جنيهات مصريه نعمل تبادل للعمله. الكلام ده اسمه تاريخ التسويه. يبقى في تاريخ تسويه المديونيه بعمل ايه تاني؟ في تاريخ تسويه المديونيه بيتم تسجيل القيود المتعلقه بالتسويه، ولما باجي اعمل القيود المتعلقه بالتسويه بيواجهني برضو امر هام ان انا برجع اقيم الاصول وبرجع اقيم الالتزامات المرتبطه بالعقد، ونتيجة التقييم ممكن يكون ربح أو خسارة، وفي هذه الحالة بعمل قيود اليومية اللي هي بسجل بيها عملية تسوية العقد وعملية تسجيل أو وتسجيل الأرباح والخسائر المترتبة على إعادة تقييم العقد في تاريخ التسوية. ده بالنسبة للمحطة الثالثة في المعالجة المحاسبية. في نقطة بقى عايزين نشير إليها، ان انا لما باجي اعمل عقد صرف اجل زي ما ذكرت المرة الماضية يمكن ان يترتب عليه علاوة او خصم سعر صرف اجل، وانا شرحت لك المرة اللي فاتت امتى تبقى علاوة وامتى تبقى خصم. ايا كان في علاوة او في خصم بنوزع العلاوة او الخصم على فترات الاستفادة من العلاوة او على اساس الفترة اللي بتتحمل بهذه العلاوة. يعني لو كان الامر يتعلق بعلاوة الشركة هتدفعها لبيت الصرافة أو البنك نتيجة العقد، يبقى في الحالة دي بوزع العلاوة على السنوات اللي هتتحملها. يعني لو أنا وده هوضحهولك في التمرين إزاي أوزع العلاوة على سنوات أو على المدة اللي أنا عملت فيها عقد الصرف الآجل. طبعا هوري لك أنا من خلال مثال كيفية توزيع هذه العلاوة، بس ناخد بالنا ان في اذا كان هناك علاوه او خصم لابد من القيام بتوزيعها على الفترات المتعلقه بها. ناخد مثال مع بعض كده نشوف من خلاله ازاي اسجل القيود او ازاي اسجل المعاملات المتعلقه بعقد الصرف الاجل المتعلق بتغطيه مراكز ماليه مدينه او دائنه لدى الشركه. هاخد الحالة الأولى لأن أنا هاخد كذا مثال. المثال الأول حالة تغطية مخاطر الأرصدة الدائنة، يعني الشركة عليها التزام وعايزة
تسدد الالتزام اللي عليها بالعملة الأجنبية، فضروري تعمل عقد علشان يوفر لها العملة الأجنبية في وقت سداد الالتزام وبناء عليه تسدد الالتزام. بيقول لي هنا قامت إحدى الشركات المصرية في 1/7/2015 بالتعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية على شراء بضاعة بمبلغ $100,000 أمريكي تدفع في 1/3/2016. يبقى أنا عندي هنا من التواريخ اللي أنا قلتها لك دي عندي ثلاث محطات، المحطة الأولى 1/7 اللي هي تاريخ التعاقد، المحطة الثانية أو الثالثة، نقول الثالثة الأول اللي هي تاريخ السداد في 1/3/2016. طيب فاكر كده أنت لما كنا خدنا التمارين الماضية، لما يكون أنا تعاقدت في 1/7/2015 هيقابلني تاريخ تاني اللي هو تاريخ إعداد القوائم المالية 31/12/2015، يبقى دي محطة تانية اللي هي إعداد القوائم المالية. والمحطة الثالثة اللي أنا قلتها اللي هو تاريخ تسوية الدائنية أو سداد الدائنية اللي على الشركة. يبقى أنا عندي ثلاث محطات، تاريخ التعاقد 1/7، تاريخ إعداد القوائم المالية 31/12، وأخيرا تاريخ السداد اللي هو 1/3/2016. علشان الشركة تتجنب الآثار المترتبة على التغير في سعر الصرف مقابل صرف الجنيه مقابل الدولار، دخلت في عقد صرف آجل مع أحد بيوت الصرافة في 1/7/2016، يتم بموجبه في 1/7/2015، في 1/7/2015. يعني ده التعاقد طبعا تم في 1/7، يبقى العقد هيتعمل في 1/7، هنصلح دي نعملها سنة 2015. ده بالنسبة لتاريخ العقد. يتم بموجبه مبادلة $100,000 بجنيهات مصرية، وذلك في 1/3/2016، وهو تاريخ سداد المبلغ للشركة الأمريكية. هتبص انت بقى في أسعار الصرف اللي أنا مديها لك تحت دي، مدي لك ثلاث محطات زي ما قلت، سعر الصرف في 1/7 اللي هو تاريخ الشراء وتاريخ عقد العقد بتاع عقد الصرف الآجل، والتاريخ الثاني 31/12 اللي هو تاريخ إعداد القوائم المالية، والتاريخ الثالث اللي هو تاريخ سداد المستحق على الشركة في 1/3، ومديك كمان على الشمال خالص اللي هو سعر الصرف الآجل 8.4 جنيه للدولار بعد 8 شهور. بعد 8 شهور ليه بقى بعد 8 شهور؟ لأن أنا تعاقدت او عملت عقد الصرف الاجل في 1/7/2015 وبعدين هعمل له تسويه في 1/3/2016. لو انت عديت المده دي من 1/7 لغايه 1/3/2016 هتلاقيهم 8 شهور. بعد 8 شهور السعر المفروض، انا بتوقع لان 8 شهور لسه ما عدوش، بتوقع ان السعر يبقى 8.40 جنيه او 8.4 جنيه للدولار. طبعا هنا المطلوب في هذا التمرين المطلوب بيان المعالجة المحاسبية المتعلقة بعمليات الشراء الآجل بالعملة الأجنبية. يعني أنا عايز أسجل في تاريخ الشراء، وأيضا في تاريخ إعداد القوائم المالية، وأيضا في تاريخ تسوية الالتزام. نمرة واحد في تاريخ إجراء الصفقة اللي عملية الشراء. أنا لما أشتري من الدائنين، وطبعا انا لسه ما دفعتش، ليه؟ لان انا هدفع في 1/3/2016، اما عملية الشراء تمت في 1/7/2015، لان العمليات الاجنبية زي ما انا قلت لك قبل كده، او المعاملات الاجنبية اللي انا بعملها مع الخارج ما بتتمش في يوم وليلة، ده بتقعد فترة قد تمتد الى 5-6 شهور، وبالتالي العملية ما بتتمش في حينها زي الشراء من السوق المحلي. وبالتالي لما نيجي نسجل عملية الشراء بخلي المشتريات مدينة والمورد دائن زي ما تعودنا في المحاسبة المالية، من حساب المشتريات أو المخزون إلى حساب الدائنين. طبعا هنا أنا اشتريت $100,000، اشتريت $100,000، وسعر الصرف عندي في تاريخ الشراء 8.25 جنيه، يعني الدولار بيساوي 8.25 جنيه، فضربت $100,000 اللي هي تمن المشتريات في 8.25، اداني القيمة 825,000 جنيه. ليه بقى؟ لان مش معقول هسجل في دفاتر اليومية بالدولار، لكن انا لازم اضرب الدولار
او عدد الدولارات في سعر الصرف يديني، او سعر يعني اشوف سعر الصرف بين الدولار والجنيه واضرب فيه اللي هو 8 وربع يديني المشتريات بالجنيه المصري 825,000. يبقى انا بسجل بالجنيه المصري اللي هو العملة المحلية او عملة اعداد القوائم المالية. بقول من حساب المشتريات الى الدائنين، يبقى انا دلوقتي علي التزام للغير وهو الدائنين 825,000 جنيه. طبعا هنا الشركة عايزة بعد 8 شهور لما تيجي تدفع ال 100,000 دولار، هي مش هتدفع بالجنيه المصري، هي هتدفع بالدولار. لما تيجي تدفع بال 100,000 دولار ممكن سعر الصرف هو النهارده ب 8 وربع، هي مش عارفة لما تيجي تسدد ممكن يبقى ب 8 ونص، ممكن يبقى ب 78 قرش، ممكن يبقى ب 98 قرش، ممكن يبقى ب 9 جنيه، فهي قلقانة إن سعر الصرف يرتفع وبالتالي سبب لها خسارة. فراحت عملت إيه بقى؟ راحت للبنك أو راحت لبيت صرافة وقالت له والله أنا هعمل معاك اتفاق، هذا الاتفاق بموجبه بعد 8 شهور ها هتديني 100,000 دولار وأنا أدي لك مقابلهم بالجنيه المصري. وكده أنا ارتحت تماما، لأن البنك هو الملتزم أو بيت الصرافة هو اللي هيلتزم بالسداد في تاريخ الاستحقاق اللي هو 1/3/2016. وأنا كشركة شلت الهم ده عن نفسي، ما بقيتش يعني مش قلقان من تقلبات سعر الصرف، لأن المخاطرة المتعلقة بالتقلبات نقلتها من على كاهله إلى كاهل بيت الصرافة، هو اللي يتحمل هذه المخاطرة. واحد يقول لي طب هو بيت الصرافة يعني هيدي الشركة دولارات كده ويتحمل هو المخاطر بدون يعني مكاسب؟ لا طبعا، بياخد عمولة من الشركة بنسميها عمولة صرف آجل. نبص مع بعض كده، هنا هو راحت اتفقت مع بيت الصرافة اهو على سعر آجل 8.40 جنيه. هو الدولار النهارده بيساوي ايه؟ 8 جنيه وربع. انا طبعا المادة العلمية دي لما انا عملتها كنت عاملها قبل تعويم سعر الدولار اللي هو تم من حوالي شهر ونص او شهرين، ده كنت عاملها قبل تعويم سعر الدولار، وهو ده كان السعر السائد في البنك المركزي وقتها، وقت ما عملت المادة العلمية، لان انا مسلمها من فترة حوالي 5-6 شهور. يوم انا ما عملتها وعدلتها كنت طبعا حاطط الاسعار السائدة في ذلك الوقت، لكن طبعا النهاردة وانا بديكم المحاضرة انتوا عارفين ان سعر الدولار يعني وصل الى 18 جنيه. فطبعا هتقول لي ده السعر ده مش واقعي، احنا دلوقتي بنتكلم كلام علمي بناء على المادة العلمية اللي في ايدك، ما تفرقش بقى اذا كان 8 وربع او اذا كان 18، احنا في النهاية بنطبق على ارقام معينة قد تكون حقيقية وقد تكون افتراضية، مش هتفرق معانا. نيجي بعد كده نشوف كده مديونية العقد الآجل. انا اتفقت مع بيت الصرافة ان هو يديني 100,000 دولار في 1/3، والدولار هديله مقابله هو يديني دولار اديله 8.40 جنيه. طب ما النهاردة الدولار ب 8 جنيه وربع، ايه اللي يخلينا ادفع له اكتر؟ ايه اللي يخلينا ادفع له 8.40 جنيه في حين ان الدولار النهارده 8 جنيه وربع؟ ما انا مش هدفعهم النهارده في 1/7، ده انا هدفعهم بعد 8 شهور، وبعد 8 شهور ممكن طبعا الاسعار بتاع الدولار هتزيد، وبالتالي انا عايز اتجنب هذه المخاطر، فبتعاقد من دلوقتي على سعر 8.40 جنيه. يبقى هنا النهارده السعر 8 وربع، واللي انا تعاقدت عليه هدفعه بعد 8 شهور 8.40 جنيه، يبقى انا دفعت بالزياده الفرق اللي هو ما بين 8 وربع وما بين 8.44 تقريبا 15%. ال 15% دول لما اضربهم في 100,000 دولار بيدوني حاجه اسمها علاوه سعر الصرف الاجل، علاوه الصرف الاجل اللي هو فرق العمله. يبقى انا دلوقتي لما ادخل مع بيت الصرافه في عقد تمام كده، هو هيديني بعد 8 شهور ال 100,000 دولار وانا هديله 840,000 جنيه. يبقى هو استفاد مني علاوة، استفاد من ورايا 15,000 جنيه علاوة، اللي هي الفرق بين سعر النهاردة 1/7 والسعر المستقبلي اللي هو في 1/3/2016. طبعا البيت الصرافة هيستفيد بالعلاوة دي اللي هي 15,000 مقابل ان هو هيتحمل مخاطر الارتفاع في سعر الصرف، وانا كده ماليش دعوة باي ارتفاعات، لان هو في نهاية المدة هيديني 100,000 دولار هديله 840,000 جنيه. يبقى انا خسرت ال 15,000 جنيه اللي هي العلاوة اللي انا اديتها لبيت الصرف. يبقى في الحالة دي العقد رتب لي اصل ال 100,000 دولار النهاردة، ال 100,000 دولار النهاردة لو ضربت في 8 وربع 825,000 جنيه، 1,000 جنيه. يبقى انا ده يعتبر بالنسبه لي اصل لمديونيه العقد الاجل، يعني العقد مدين ليا كشركه
العقد مدين ب 800 ب 100000 دولار. العقد مدين ليا ده اصل، ده اصل. احنا طبعا لما المدينين يعتبروا اصل، فطبعا لما اقول مديونيه العقد الاجل اللي هي ال 100 دولار العقد مدين بيها، اللي بيت الصرافه مدين بيها، اللي بيت الصرافه مدين بيها تعتبر بالنسبه لي اصل. قيمته بالجنيه ايه؟ لان انا مش هسجل 100000 دولار في الدفاتر، مش هقول من بيت الصرافه 100000 جنيه الى كذا، لا انا بسجل بالجنيه المصري. ال 100000 دولار اللي موجودين عند بيت الصرافه بتوعي اللي هاخدهم بعد 8 شهور قيمتهم النهارده 825000. يبقى من حساب مديونيه العقد الاجل ده بالنسبه لي اصل، الى من حساب علاوه الصرف الاجل اللي هي الفرق بين السعر النهارده والسعر بعد 8 شهور 15000، والمجموع 840000 حساب دائنيه العقد الاجل. يعني ايه دائنيه العقد الاجل؟ يعني البيت الصرافه دائن، ولما يبقى هو دائن يبقى انا مدين، يبقى انا عليا التزام لبيت الصرافه 840000 جنيه. 840 يبقى انا هديله 840000 جنيه بعد 8 شهور، هو هيديني 100000 دولار بعد 8 شهور. ال 100000 دولار دول قيمتهم النهارده 825000. يبقى انا عندي اصل. هل هو موجود في الشركه؟ لا مش موجود في الشركه، بس انا تعاقدت عليه اللي هو ال 100000 دولار. عندي اصل اللي هو مديونيه العقد الاجل، نعرف كده كويس، وعليا التزام او خصوم اللي هي دائنيه العقد الاجل ب 840000. يبقى هنا لما سجلت العقد انشات حاجتين، انشات اصل قيمته 825000، وانشات التزام عليا قيمته 840000. مين اللي رتب الاصل ومين اللي رتب الالتزام على الشركه؟ اللي هو عقد الصرف الايه؟ الاجل. وبالتالي خد بالك معايا، لما نيجي لتاريخ اعداد القوائم الماليه هقيم الاصل واقيم الالتزام، ولما نيجي نسدد هقيم الاصل واقيم الالتزام. الاصل هنا اللي هو مديونيه العقد، والالتزام اللي هو دائنيه العقد. ناخد بالنا من الكلام ده كويس علشان نستوعب ما هو آت. في تاريخ اعداد القوائم الماليه بقى 31/12، لما اجي اعمل القوائم الماليه زي ما قلت لك لازم نقيم الالتزام ونقيم الاصل. انا عليا للدائنين 840000 جنيه، ده الكلام ده في تاريخ العقد. طب لما اجي اعمل الميزانيه هل يبقى عندي عليا 840 ولا اكتر ولا اقل؟ ده يتوقف على سعر صرف الجنيه الدولار، يتوقف على سعر صرف الدولار. اذا سعر صرف الدولار اتغير، ناخد بالنا كده في التمرين لو احنا بصينا فيه، والتمارين دي على فكره موجوده في الماده العلميه، يعني بدل ما تشغل نفسك في الحل او الكتابه موجود الكلام ده في الماده العلميه. وانا متعمد ان انا اشرح من الماده العلميه علشان انت تركز معايا في الشرح وما تشغلش بالك في كتابه التمرين او حل التمرين. هنيجي في تاريخ العقد كان سعر الدولار 8 جنيه وربع، في تاريخ الميزانيه سعر الدولار 8 جنيه 27 قرش. ده الدولار سعره زاد في تاريخ اعداد القوائم الماليه. طب لما الدولار سعره يزيد هيأثر على الاصول بكام ويأثر على الالتزامات بكام؟ ولما اقول اصول والتزامات اللي هي مقومه بالعمله الاجنبيه المقومه بالدولار. انا عندي في الحقيقه التزام اللي هو رصيد الدائنين، وعندي اصل اللي هو مديونيه العقد الاجل. يعني عندي التزام اللي هو رصيد الدائنين، الدائنين اللي انا هسدد لهم. انا كنت سجلت الدائنين فوق، نبص كده مع بعض نشوف هل هناك زياده ام هناك نقص في رصيد الدائنين. لما اجي ابص للدائنين قيمه الالتزام المالي اللي هو رصيد الدائنين في 1/7 اللي انا سجلته في 1/7 كان 825000. ده اللي انا سجلته وقلت الى حساب الدائنين. لما قلت من حساب المشتريات الى الدائنين سجلت الدائنين ب 825000 جنيه. ده اللي كان عليا في 1/7. طب لما اجي بقى في 31/12 والدولار زاد، الدولار قيمته زادت، هضرب 100000 دولار في 8 جنيه 37 قرش. انا كنت قلت لك السعر زاد الى 8 جنيه 27، لا انا شفتها غلط، هي 8 جنيه 37 قرش. السعر زاد الى 8 جنيه 37 قرش. طب قيمة الالتزام المالي اللي هو رصيد الدائنين في 31/12 هتاخد ال 100000 دولار وتضربها في 8 جنيه 37 قرش اللي هو السعر الجديد للدولار في تاريخ اعداد القوائم المالية. اللي هو السعر الجاري للدولار في تاريخ اعداد القوائم المالية. 8 جنيه 37 قرش يطلع رصيد الدائنين 837000 جنيه. يبقى رصيد الدائنين
كان عليا 825,000، اصبح عليا 737,000. ايه اللي زود رصيد الدائنين؟ اللي زود رصيد الدائنين ان انا يوم ما اشتريت كان الدولار ب 8 جنيه وربع، وفي تاريخ الميزانيه انا لسه ما سددتش الدولار ب 8 جنيه 37 قرش. يعني في تاريخ الشراء لو انا كنت اشتريت الدولار كنت هشتريه ب 8 وربع. في تاريخ الميزانيه لو نزلت اشتري الدولار عشان اسدد الدائنين هلاقي سعره 8 جنيه 37 قرش، يبقى هخسر اكتر. هخسر، انا بخسر ايه؟ هو الدائنين بيزيدوا ولا الدولار هو اللي بيزيد؟ الدولار هو اللي بيزيد، ولما سعر الدولار يزيد بيرتب عليا التزامات اضافيه، والالتزامات الاضافيه تعتبر بالنسبه لي خساره. طب نيجي نحسب الخساره اللي هي خساره سعر او خساره صرف اجنبي، خساره سعر الصرف الاجنبي، هلاقي ان انا الدائنين في تاريخ الميزانيه اصبحوا 837,000 ناقص الدائنين في تاريخ الشراء 825,000، يبقى انا خسرت 12,000 جنيه. ليه؟ لان رصيد الدائنين زاد. طب الزياده في رصيد الدائنين جت منين؟ وانا اشتريت حاجه جديده؟ ابدا، ولكن الزياده في رصيد الدائنين ناتجه عن الزياده في ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري، فده رتب عليا خساره 12,000 جنيه. طيب في الحاله دي بقى انا كنت مسجل الدائنين ب 825,000 وهم زادوا ب 12,000 دلوقتي، يبقى لازم اعدل رصيد الدائنين. اعدله ازاي؟ تعديل رصيد الدائنين باثر التغير في سعر الصرف. هقول من حساب خسائر صرف اجنبي اللي هو ال 12,000 جنيه الى حساب الدائنين 12,000 جنيه. الخساره ده جت منين؟ فرق السعر في تاريخ الميزانيه 8 جنيه 37 قرش ناقص السعر في تاريخ الشراء 8 جنيه وربع يديني 12,000 جنيه من حساب خسائر صرف اجنبي الى حساب الدائنين. كده انا قيمت الدائنين وعرفت ان هم زادوا، والزياده في الدائنين رتبت خساره بالنسبه للشركه قدرها 12,000 جنيه. نيجي بقى نقيم الاصل المملوك للشركه اللي هي مديونيه العقد الاجل. مش الشركه لها 100,000 دولار عند بيت الصرافه؟ لها 100,000 دولار عند بيت الصرافه، يبقى في الحاله دي، في الحاله دي ال 100,000 دولار ده اصل. زي ما قيمت الالتزام اللي عليا اللي هو الدائنين، اقيم الاصل اللي ليا اللي هو مديونيه العقد الايه؟ الاجل. وانا من الاول قلت لك ده اصل بالنسبه للشركه. طبعا لما يكون اصل، انا لدي اصل وسعر الدولار زاد، يبقى ده يعمل لي ارباح. لما يكون عندي 100,000 دولار شايلهم لدى بيت الصرافه، ها، وسعر الدولار يزيد، يبقى انا كسبت. يبقى قيمه الاصل المالي في 1/7/2015 كنت مسجلها ب 825,000، وقيمه الاصل المالي في 31/12 اللي هو تاريخ الميزانيه، ها، هضرب بقى 100,000 دولار وسعر الدولار بقى 8 جنيه 37 قرش، يعني 837,000 جنيه. يبقى الاصل زاد، كان 825 بقى 837,000، يبقى انا كسبت، لان الاصل لما يزيد مكسب، لكن الالتزام لما يزيد خساره. خد بالك، الاصل لما يزيد ربح، لكن الالتزام لما يزيد خساره. يعني الدائنين لما زادوا خساره، لكن الاصل اللي هو مديونيه العقد الاجل لما زاد يعتبر ربح. طب ارباح الصرف الاجل بقى تساوي ايه؟ تساوي قيمه العقد، مديونيه العقد في تاريخ الميزانيه 837,000 ناقص مديونيه العقد، ناقص مديونيه العقد في تاريخ التعاقد 825,000، يديني ارباح الصرف 12,000 جنيه. هتلاحظ حاجة بقى، إن الشركة لديها التزام مالي اللي هو رصيد الدائنين وخسرت فيه 12,000، ولديها أصل مالي اللي هو مديونية العقد الآجل وكسبت فيه 12,000. إذن خسارة الشركة 12,000 ومكسب الشركة 12,000، يبقى هي لا كسبانة ولا خسرانة، لأنها كسبت باليمين 12 وخسرت بالشمال 12، يبقى هي في الحالة دي هي لا كسبانة ولا خسرانة. عارف ليه؟ عارف ليه لا كسبت ولا خسرت؟ لأن الشركة مرتبطة بعقد صرف آجل مأمنة نفسها، وأنا قلت لك في البداية إن الشركة طالما عملت العقد، ها، يبقى لما الالتزام يزيد المديونية بتاع العقد بتزيد، لما الالتزام يزيد الأصل بيزيد، تمام، لما الالتزام يزيد يبقى خسارة، الأصل يزيد يبقى ربح، يبقى الربح هيغطي الخسارة، وإنتنا ماشيين على كده لغاية ما نسوي الدائنية أو الالتزام اللي علينا. فأنا طالما عملت عقد ما عنديش مشكلة خالص، الالتزام يزيد خسارة، الأصل هيزيد ربح، والربح يغطي الخسارة، العقد بيغطي الخسارة،
الناتجة عن زيادة الالتزام، ما عنديش مشكلة طالما أنا عامل عقد، طالما أنا لكن لو ما أنا لو لكن لو ما كنتش عامل عقد، يبقى لو كان رصيد الدائنين زاد وأنا مش عامل عقد كنت خسرت 12000 جنيه، ولكن العقد وجوده إن هو كسبني 12000 قدرت من خلالهم أغطي الخسارة اللي هي 12000 جنيه. فطبعا ده يعني تفكير مالي جيد، يعني ان الشركة تعمل هذا الاجراء. طيب نيجي ده بقى احنا قلنا هنا للشركة جذبانة ولا خسرانة طالما هي عاملة عقد اجل، ولكن الخسارة الوحيدة انا قلتها لك في الاول اللي هي العلاوة اللي هتدفعها لبيت الصرافة، هي عرفت الخسارة من اول يوم، لكن خلال الفترة من تاريخ السداد او من تاريخ التعاقد لغاية تاريخ السداد اللي هي 8 شهور، خلال الفترة دي أي تذبذب في سعر صرف الدولار يتحمله بيت الصرافة والشركة لا تتحمل شيء. الشركة كل خسارتها العلاوة اللي دفعتها في الأول، ونقلت المخاطرة كلها لبيت الصرافة اللي تعاقدت معاه، يبقى ما عندهاش مشكلة. طيب نيجي بعد كده بقى، طبعا الأصل قلنا زاد، ولما زاد 12000 جنيه ربح، نيجي مع بعض كده نعدل قيمة العقد بأثر التغير في سعر الصرف. المديونية طبعا مديونية العقد دي تعتبر اصل، خد بالك، ما انا لما بقول المدينين من حساب، لما ببيع بضاعة بقول من حساب المدينين الى حساب المبيعات، المدينين يعتبروا اصل، مش كده؟ فلما اقول مديونية العقد الاجل دي اصل، زاد ب 12000 جنيه جايين منين؟ ارباح صرف اجل، يبقى من حساب المديونية الى ارباح الصرف الاجل. كده انا سجلت الزيادة في الالتزام وترتب عليها خسارة، والزيادة في الأصل وترتب عليها ربح، وأن ربح الأصل غطى ربح خسارة الالتزام. ها كده أنا عملت قيود اليومية. فاضل حاجة بقى اللي أنا قلت لك عليها وأنا بشرح المعالجة المحاسبية لعقود الصرف، قلت لك العلاوة بنعمل فيها إيه؟ بنوزعها على فترات الفترات المستحقة عنها. هنيجي يعني بالنسبة للعلاوة، العلاوة اللي هو اتحملها في أول يوم اللي هي 15000 جنيه، ها هنيجي نحسب طبعا العلاوة دي هتتوزع على سنتين، هتتوزع على سنة 2015 وسنة 2016، لان انا بدأت العملية من 1/7 ونهيتها في 1/3/2016. طب من 1/7 لغاية 1/7 لغاية 31/12 اللي نهاية السنة الاولى اللي هي 2015 دول 6 شهور، يبقى السنة الاولى 2015 تتحمل بنصيبها من العلاوة بقدر 6 شهور، يبقى فاضل جزء من العلاوة يقابل شهرين اللي هم في سنة 2016، لأن أنا هسدد في 1/3 يبقى فات يناير وفبراير قبل 1/3، يبقى دلوقتي السنة الأولى تتحمل بنصيبها في العلاوة عن 6 شهور، والسنة الثانية تتحمل بنصيبها من العلاوة عن شهرين. وبنيجي نقسم العلاوة أو نصيب السنة المالية الأولى اللي هي هتنتهي في 31/12/2015، هنضرب العلاوة 15000 في 6 على 8. ليه 8؟ لأن مدة العقد 8 شهور، 6 منه 6 شهور في السنة الأولى وشهرين في السنة الثانية، يبقى السنة الأولى تتحمل نسبة وتناسب 6 على 8، والسنة الثانية هتتحمل ب2 على 8، يعني الأولى 6 شهور من الثمان شهور والثانية شهرين من الثمان شهور، يبقى المقام 8 شهور اللي هي المدة كلها. الفترة الأولى أو السنة الأولى تتحمل ب6 شهور من 1/7 ل31/12، والسنة الثانية تتحمل بشهرين من 1 يناير لغاية 1/3. طبعا 3 مش داخل معنا في الحساب، لانه لما يقول لي من 1 يناير ل1/3 دول شهرين. يبقى نصيب السنة المالية المنتهي في 31/12 من علاوة الصرف 15000 في 6 على 8، 11250. ونحمل الفترة المالية المنتهية دي اسمها فرق العملة، يعني 11250 دي فرق ايه؟ فرق عملة. وطبعا بالنسبة للشركة تعتبر مصروف أو خسارة، فباجي بعمل قيد أحمل السنة المالية أنا حسبتها 11250، أجي بقى أحمل السنة المالية بنصيبها من العلاوة بقيد يومية، يعني أعمل قيد يومية أحمل السنة المالية بنصيبها من العلاوة، هعتبرها مصروف أو خسارة، فهقول 11250 من حساب المصروفات المالية اللي هو نصيب الفترة من العلاوة إلى حساب علاوة الصرف الآجل. ده بالنسبة للسنة الأولى.
نيجي بقى في واحد طبعا هنا علاوه الصرف الاجل بعد انا ما حملتها للشركه. طبعا انت مدرك تماما لانك انت راجل يعني محاسب ان الـ 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 العلاوه دي عملناها مصروف، والمصروف هنوديه لقائمه الايه الدخل. يبقى قائمه الدخل عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015 هرحل لها نصيب السنه من العلاوه اللي هي طلعت 11250 جنيه، ولما اجي للسنه الثانيه هيبقى فاضل من العلاوه جزء احمله لقائمه الدخل في السنه الثانيه، وبكده كل سنه تكون اتحملت بنصيبها من علاوه الاصدار. نيجي للمحطه الاخيره بقى، ها المحطه الاخيره اللي هي السداد اللي هو 1/3/2016. المحطه الاخيره في 1/3 او قدامك تاريخ سداد قيمه المشتريات للدائنين اللي هي الشركه الامريكيه، هنسدد لها هنسدد لها. طيب لما بنيجي بقى في تاريخ السداد بنعمل اللي عملناه في تاريخ الميزانية، بمعنى ان انا بقيم الالتزام وبقيم الاصل، بشوف الالتزام زاد ولا نقص والاصل زاد ولا نقص. اذا كان الالتزام زاد يبقى خسارة، اذا كان الاصل زاد يبقى ربح. نيجي نبص مع بعض كده قيمة الالتزام المالي او رصيد الدائنين في 31/12/2015 كان لان احنا حسبناه قبل كده 837، وقيمة الالتزام المالي اللي هو رصيد الدائنين في تاريخ السداد 1/3/2016. نشوف الاول في تاريخ السداد هو الدولار زاد عن تاريخ الميزانية ولا نقص. هنلاقي ان الدولار في تاريخ السداد نقص عن تاريخ الميزانية، يعني سعره انخفض في 1/3 عما كان في 31/12/2015. يبقى في الحالة دي رصيد الدائنين اهو لما نقيمه هنقيمه ب 8 جنيه 22 قرش، هنقيمه بالمبلغ ده، فيطلع قيمة رصيد الدائنين 822 ألف جنيه. في تاريخ الميزانية كان رصيد الدائنين في الميزانية 837 ألف، في تاريخ السداد أصبح رصيد الدائنين 822 ألف، يعني الالتزام نقص. ولما الالتزام ينقص يبقى ربح. المرة اللي فاتت قلت لك في تاريخ الميزانية كان زاد، قلت لك لما الالتزام يزيد يبقى خسارة، طب لما ينقص يبقى ربح. بدل ما كنت هسدد 837 ألف في تاريخ الميزانية، النهاردة هسدد 822 ألف جنيه في تاريخ السداد. يبقى في أرباح صرف آجل، في أرباح صرف آجل قدامك اهي. 837 رصيد الدائنين في تاريخ الميزانية ناقص 822 رصيد الدائنين في تاريخ السداد يطلع لأرباح 15 ألف جنيه. طيب خد بالك بقى لما سعر صرف الدولار ينخفض في تاريخ السداد، ده ترتب عليه نقص التزام او نقص رصيد الدائنين فادى الى ارباح بالنسبه للشركه. خد بالك ان الشركه عندها اصل اللي هي مديونيه العقد الاجل اللي هي الدولارات اللي عند بيت الصرافه المملوكه للشركه طبقا للعقد. طب ما هو الدولار برضو لما ينقص يبقى الاصل هينقص. اسف، لما الدولار سعره يزيد، لما الدولار سعره ينخفض يبقى معنى كده ان الاصل الموجود لدى الشركه اللي هي تعاقدت عليه اللي هو ال 100,000 دولار قيمتهم هتنخفض. نشوف مع بعض كده. طب لما نيجي بقى نشوف الاصل المالي اللي هي مديونيه العقد الاجل، ده اصل بالنسبه للشركه، اتفقنا على كده. قيمه الاصل في تاريخ الميزانيه 31/12 كانت 837,000. قيمه الاصل في تاريخ السداد هنضرب 100,000 دولار في 8 جنيه 22 قرش 822,000 جنيه. يبقى أقل. كان في تاريخ الميزانية 837,000، يعني ال 100,000 دولار بتوعي اللي موجودين في بيت الصرف أنا ما خدتهمش، بس هم شايلينهم عندهم، بس بتوعي طبقا للعقد ملك الشركة أصل. كان في تاريخ الميزانية قيمته 837,000 جنيه. في تاريخ السداد أصبح قيمة المديونية دي 822,000 جنيه. يبقى أنا خسرت كام؟ 15,000. نرجع نقول تاني، يبقى أنا كسبت نتيجة نقص الدائنين، نتيجة نقص الالتزام كسبت 15,000، وخسرت نتيجة انخفاض قيمة الأصل اللي هو مديونية العقد الآجل 15,000. يبقى أنا كسبت باليمين 15 وخسرت بالشمال 15، يبقى المكسب يغطي الخسارة والنتيجة صفر. عارف ده معناها ايه؟ معناها ان انا عندي عقد متفق مع البيت الصرافة على ان هي تتحمل المخاطر. يبقى انا طول ما انا ماشي خلال المدة، ها اي زيادة يقابلها نقص بنفس المقدار، اي ربح
يقابله خسارة بنفس المقدار، وفي النهاية المكسب يغطي الخسارة وأنا مش خسران في النهاية. أمال إيه الخسارة اللي أنا خسرتها في الأول خالص لما تعاقدت مع بيت الصرافة؟ ها، اديته علاوة، اتفقنا على علاوة 15,000 جنيه هياخدها بيت الصرافة مقابل ان هو هيتحمل التذبذب في اسعار سعر الصرف. فانا خد بالك، طالما انا عامل عقد صرف اجل يبقى في الحالة دي انا مأمن نفسي تماما، والارباح اللي هكسبها هتغطي الخسائر اللي تحصل، ومش هخسر ولا مليم خلال الفترة من تاريخ التعاقد لغاية تاريخ السداد طالما انا عامل هذا العقد. نيجي نسجل الخسارة، هننقص بيها مديونية العقد. طبعا الاصل لما ينقص يبقى دائن، الاصل مدين، الاصل اصلا مدين. لما اجي انقص الاصل المدين اعمله دائن، يبقى هقول من حساب خسائر الصرف الاجل الى حساب مديونيه العقد الاجل. ده بالنسبه لتقييم الاصول والالتزامات في تاريخ السداد. لكن نيجي نفتكر بقى حته كنا قلناها المره اللي من شويه، اللي هي نصيب السنة المالية 2016 من استهلاك علاوة الصرف الآجل. فاكرنا اللي هي 15,000 علاوة الصرف الآجل في 2 على 8، 3,750 جنيه. السنة الأولى اتحملت بنصيبها من العلاوة 11,250، والسنة الثانية اتحملت بنصيبها من العلاوة 3,750، وقسمت العلاوة على أساس المدة نسبة وتناسب، وحمل السنة المالية الثانية بالعلاوة بقيد من حساب المصروفات المالية إلى العلاوة، وبعدين أرحل العلاوة إلى المصروفات المالية إلى قائمة الدخل، أحملها لقائمة الدخل في سنة 2016. يبقى قائمة الدخل في سنة 2015 تحملت بنصيبها من العلاوة 11,250، وقائمة الدخل في سنة 2016 تحملت بنصيبها من العلاوة وقدره 3,750، ليكون المجموع 15,000 جنيه علاوة الصرف الآجل. وهي دي الخسارة التي تحملتها الشركة نتيجة دخولها في عقد صرف آجل، ولم تتحمل مخاطر بعد ذلك أثناء المدة، يعني لم تتحمل بأي خسارة خلال مدة العقد، وبالتالي اللي هيتحمل أي خسارة هو بيت الصرافة مقابل أنه هو أخذ علاوة 15,000 جنيه من الشركة. نيجي بقى نسجل، هتيجي بقى الشركة تروح لبيت الصرافة تقول له أنا عايز الأول قبل ما يعني شوف كم كده هنقولهم بعد كده، الأول هنسجل عملية سداد المستحق لبيت الصرافة طبقا لشروط العقد. بمعنى ايه؟ هروح لبيت الصرافة، انا كنت متعاقد معاه على 840,000 جنيه من اول يوم، هراخد نقدية عندي، هاخد شنطة كده احط فيها 840,000 جنيه، واروح لبيت الصرافة اقول له اتفضل ادي عد 840,000 جنيه مصري. لما انا اروح اعمل كده على طول انا دفعت له، يبقى انا كنت عامله دائن اعمله مدين. في 1/7 كنت عامل بيت الصرافة دائن وقلت الى حساب دائنية العقد الاجل. طب النهاردة أنا بسدد، يبقى هقول من حساب دائنية العقد الآجل إلى حساب النقدية، كده أنا سلمته 840,000 جنيه مصري. هقول له بقى اديني 100,000 دولار، أنا اديتك 100,000 جنيه مصري اللي اتفقنا عليها، اديني أنت بقى 100,000 دولار اللي احنا اتفقنا عليها. هيديني هو 100,000 دولار، لما أخد 100,000 دولار هقول من حساب العملات الأجنبية اللي هي الدولارات اللي جاتني أصل، يعتبر أصل، يبقى من حساب العملات الأجنبية اللي هي قيمة الدولارات إلى حساب مديونية العقد الآجل. طبعا مديونية العقد الآجل دي كانت إيه؟ كانت أصل، وبعدين يعني أنا خدته، يبقى في الحالة دي لغيت الحساب ده من حساب العملات الأجنبية إلى حساب مديونية العقد الآجل. يبقى أنا دلوقتي أديته النقدية بقيد وخدت الدولارات وسجلتها بقيد إيه؟ آخر. فاضل بقى خدت الدولارات دلوقتي الدولارات، انا خدت شنطة فيها 840,000 جنيه، اديته الجنيه المصري 840,000، وخدت 100,000 دولار حطيتهم في الشنطة مكان الدولارات، وبعد كده هروح هسدد للدائنين، هروح ادفع الفلوس في البنك مثلا لحساب الدائنين او المورد الاجنبي، هدفع له 100,000 دولار، مش هدفع له بالجنيه، هدفع له 100,000 دولار. طبعا هنا الدائنين لما انا كنت اشتريت كنت قلت من حساب المشتريات الى حساب الدائنين، وبعدين واحنا ماشيين كنا زودنا رصيد الدائنين في تاريخ الميزانيه،
وبعدين واحنا ماشيين كنا نقصنا رصيد الدائنين في تاريخ الاستحقاق، ها اخر رصيد للدائنين اللي هو 822,000 جنيه، هسددهم لما يكون رصيد دائن وسدده، اعمله مدين. سددته منين؟ من بالدولارات، الدولارات كنت اعملها مدينة اعملها دائنة، يبقى من حساب الدائنين الى حساب العملات الاجنبية. كل الحسابات هتتقفل مع بعضها تقريبا، وبكده نشوف ايه الاثر على القوائم المالية. شوف معايا كده الاثر على القوائم المالية، تعالى نمسك مع بعض حساب الدائنين. نشوف مع بعض كده حساب الدائنين، نرصده مع بعض. ده حساب الدائنين قدامك. انا بعمل ايه؟ طبعا انت فاكر سنة اولى كلية كنت بتسجل في دفتر اليومية وترحل الى دفتر الاستاذ، كل اللي هعمله دفتر استاذ، حساب الدائنين في دفتر الاستاذ، وبعدين هرحل قيود اليومية اللي انا سجلتها معاك من بداية المحاضرة. اولا كان في قيد من حساب المشتريات في 1/7 825,000، وكان في قيد في 31/12 من حساب خسائر صرف اجل، ها انا سجلتهم، وبعدين جيت جمعت طلع 837,000، ارصد طلع الرصيد في 31/12 837,000، ده رصيد الدائنين في 31/12. يبقى على اليمين على الشمال انا رحلت القيدين اليوميه اللي انا عملته، وبعدين جمعت حساب الدائنين طلع رصيده دائن ب 837,000. ازاي دائن هو طالع في الجانب المدين؟ ما ده شيء طبيعي، لما الرصيد يطلع في الجانب المدين يبقى دائن، والرصيد المدين لما يطلع والرصيد لما يطلع في الجانب الدائن يبقى مدين، معروف كده. يبقى هناخد الرصيد ده وننقله في الجانب بتاعه اللي هو الرصيد الدائن، ننقله في الجانب الدائن، وبعدين نيجي بقى نرحل القيود اللي انا عملتها في 2016. عندي قيد الى حساب ارباح الصرف عملته في 1/3، والى حساب العملات الاجنبيه عملته في 1/3، دول القيدين عملتهم في 1/3، وبعدين ارجع ارصد. لما اجي ارصد الاقي الحساب اتقفل 837 في الجانبين، يبقى معنى كده ان الحساب ده ملوش رصيد، طالما خدته له رصيد على مستوى سنه واحده، لكن لما اخده في السنتين لازم حسابه يتقفل في النهايه. نيجي بالنسبه لمديونيه العقد الاجل، نفس الكلام، هرحل القيود اللي انا عملتها في دفتر اليوميه الى دفتر الاستاذ. عندك اهو على اليمين في قيد عملته في 1/7 825,000، وفي قيد تاني الى حساب ارباح صرف اجل، اجمع الاثنين دول يطلعوا 837,000، ده رصيد حساب مديونيه العقد الاجل في 31/12. اما اجمع القيدين اللي انا رحلتهم على اليمين يطلع الرصيد، والرصيد ده دائن ولا مدين؟ ها طلبة الدراسات العليا ده رصيد مدين لانه ظهر في الجانب الدائن. وعشان كده لما نعيد فتح الحساب من جديد، لما نعيد فتح الحساب من جديد، الرصيد المدين يجي في الجانب الايه؟ يجي في الجانب المدين. ليه قعدت فتح الحساب من جديد؟ لان انا خلصت 2015 وبدات في 2016. يبقى في الحاله دي بفتح الحساب من جديد، ارحل القيود اللي عملتها في 2016، عملت قيدين في 2016 بالنسبة لمديونية العقد الآجل، واجي اجمع الاقي ان العقد الآجل اتقفل خلاص بدون رصيد، طالما خدته على مستوى السنتين يبقى لازم يتقفل. اجي بالنسبة لأرباح وخسائر صرف الآجلة، هيكون عندي في 31/12 قيد الى حساب الدائنين، وفي 31/12 في الجانب الشمال من حساب مديونية العقد، ده بالنسبة للسنة الاولى. خلاص هتلاقي ان الارباح قد الخسائر. ونيجي برضو هنا بالنسبة للسنة التانية الى حساب مديونية العقد، ده قيد كنت عامله في 1/3، ومن حساب الدائنين ده قيد كنت عامله في 1/3، وبكده حساب ارباح وخسائر صرف اجلة اتقفلت. معنى كده ان مفيش ارباح او خسائر سعر صرف بالنسبة لهذه الشركة. ليه؟ للمرة ال20 لانها عاملة عقد صرف اجل. نيجي بالنسبة للعملات الاجنبية، في قيد كنا عاملينه في 1/3 من حساب الدائنين، وقيد اخر كنا عاملينه في 1/3 ايضا الى حساب مديونية العقد، وبكده حساب العملات الاجنبية اتقفل. بكده اعزائي الطلاب بيكون اخدنا حالة على تغطية مخاطر الارصدة الدائنة. والمرة الجاية ان شاء الله، المرة القادمة ان شاء الله، هناخد حالة عملية على تغطية مخاطر الارصدة المدينة. انتوا عارفين طبعا اول ما بدأت هذه الوحدة او اول ما بدأت هذه المحاضرة قلت لك ان الشركة يمكن ان يكون لديها مركز مالي مدين وازاي بنحسبه، او يكون لديها مركز مالي دائن وازاي بنحسبه. النهاردة في هذه المحاضرة خلصنا المركز المالي الدائن، وخدنا حالة تطبيقية على
كيفية تسجيل قيود اليومية فيما يتعلق بالأرصدة الدائنة لدى الشركة. إن شاء الله المرة القادمة هناخد حالة تطبيقية على كيفية تسجيل أو حالة أخرى على عقود الصرف المتعلقة بتغطية مخاطر الأرصدة المدينة لدى الشركة. وبكده يبقى اكتمل الموضوع، وإن شاء الله نلتقي على خير، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.